يا صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو النهارده. انا محمد مدحت وده فيديو جديد على القناه. الفيديو بتاع النهارده جاي لكم بتشكيله عربيات مميزه جدا، من ضمنها حاجات اوتوماتيك كنت طالبينها مني بمقدمات قليله وحاجات حلوه جدا. اتمنى من كل واحد بيتفرج على الفيديو ده ما ينساش يتفرج على الفيديو لحد الاخر، عشان احنا عندنا عروض جامده جدا 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 في اخر الفيديو بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم طبعا، والناس اللي اتصلت بيا على الفيديو اللي فات عارفه الكلام ده كويس. فاتمنى من كل واحد بيتفرج على الفيديو ده ما ينساش يتفرج عليه لحد الاخر دقيقه، عشان يعرف المفاجات اللي هنقولها في الفيديو والخصومات وعروض رمضان. الناس اللي ما تعرفنيش، انا محمد مدحت، معرضنا في القاهره. كل حد اي حد حابب يستفسر عن اي حاجه يقدر يكلمني على التليفون او على الواتساب، انا متاح معاكم في اي وقت. و تنسوش اي حد بيتفرج على الفيديو ده حالا، قبل ما نبدا الفيديو انزل حالا وقف الفيديو واعمل اشتراك للقناه وفعل زر التنبيهات دلوقتي دلوقتي، يلا حالا عايزين نوصل ل 10000 مشترك في اسرع وقت قبل حلول شهر رمضان. زي ما انا بحاول اساعدكم، يا ريت تحاولوا تساعدوني برضو ان احنا نوصل ل 10000 مشترك قبل ما رمضان يخلص. بس كده، بعد ما تكون عملت اشتراك كمل الفيديو براحتك ويلا بينا. اول عربيه معانا النهارده هي شيفروليه اوبترا 2021 فابريكا بالكامل، عربيه زيرو حرفيا بره وجوه اعلى فئه، فتحة سقف وسنسور وجنود وفرش جلد وطاره مالتي فانكشن اللي هو التحكم الطاره في ماي خلفي، كل حاجه. عربية يا جماعة حرفيا زيرو، دي نقدر نركبها مقدم من اول 95000 جنيه، ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن، ونقدر برضو ان يبقى يكون في اكتر من نظام تقسيط تاني، بحيث ان احنا نقدر نقلل المقدم شوية ونطول فترة التقسيط او فترة السداد. كل اللي عليك، ولو عايزين تعرفوا كل الانظمه دي تقدروا تكلموني على رقمي اللي هو 031-49-28-330، الرقم تاني 031-49-28-330. تقدروا تكلموني على الواتساب او على التليفون من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 12 بالليل. دي حاله العربيه من جوه، زي ما قلت لكم العربيه زيرو ما فيهاش اي حاجه. يا ريت يا جماعه كل اللي بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي ما ينساش يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر التنبيهات، عشان نوصل ل 10000 مشترك في اسرع وقت قبل ما رمضان يخلص باذن الله. دي حاله العربيه من جوه، عربيه ما فيهاش كلمه، يعني مفيش اي تعقيبات نقدر نقولها عليها، عربيه نظيفه. حابب افكركم تاني، يا ريت يا جماعه بعد اذنكم كل واحد بيتفرج على الفيديو دلوقتي ينزل حالا يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر التنبيهات، ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا مفاجات الفيديو النهارده ايه. يلا نشوف العربيه اللي بعديها. العربيه اللي بعديها هي هيونداي فيرنا برضو 2016 مانيوال. كده احنا عندنا عربيتين فيرنا في الفيديو ده، واحده مانيوال وواحده اوتوماتيك. دي 2016 مانيوال فابريكا بالكامل، عدا مرمات في الجنبين بس، حاجات بسيطه جدا خرابيش وبتاع. دي نقدر نركبها بمقدم من اول 65000 جنيه، ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن بس، نقدر نمد الفترة دي لحد 5 سنين، او في اكتر من نظام تقسيط تاني نقدر نتكلم فيه. فياريت كل اللي بيتفرج على الفيديو لو حابب يستفسر عن انظمة التقسيط او تعرف ايه النظام اللي يناسبك، تكلموني على رقمي اللي هو 031-49-28-330، وهسيب لكم رقم تحت تاني في صندوق الوصف تقدروا تستفسروا منه لو لقيتوا رقمي مشغول. طبعا تقدروا تكلموني واتساب او هاتفيا. ما تنسوش عروض رمضان، وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا ايه هي العروض. دي حاله العربيه من بره يا جماعه، يعني بعد اذنكم الناس اللي بتحبني بتتفرج على الفيديوهات، كل واحد ينزل حالا يعمل اشتراك للقناه، يعني هيفرحني كتير، ومش هيفيدك مش هيقلل منك حاجه ولا هيضرك في حاجه، بس هيفيدنا كتير.
ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر التنبيهات، عايزين نوصل ل10,000 مشترك في أسرع وقت قبل شهر رمضان ما يخلص، عشان يكون شهر خير علينا كلنا بإذن الله. زي ما أنا بفيدكم وبحاول أفيدكم على قد ما أقدر، يا ريت أنتوا كمان تفيدوني. العربية حريتها كويسة جدا من جوه ومن بره. طبعا العربية دي فابريكا بالكامل زي ما قلت لكم، عدا مرمات في الجنبين بس. بس كده، دي كانت كل حاجة عن العربية. يلا نشوف ايه اللي بعديها. العربية اللي بعديها معانا هي هيونداي فيرنا 2014، عربية اوتوماتيك فابريكا بالكامل. حالة العربية زي ما انتم شايفين كده، حالتها نظيفة جدا، مكنة وفتيس وعفشة بحالة الفابريكا. عربية اللهم صل على النبي عليها، يعني فميه مظبوط على الرخصة، طقم فوانيس خلفي وأمامي جديد، أربع فرق كاوتشو جداد، العربية مصروف عليها، فرش جلد. العربية دي نقدر نركبها بمقدم من أول 60,000 جنيه، ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن. برضه في انظمة تقسيط تانية كتير يا جماعة، في مفاجأة كبيرة جدا هتنزل في خلال الكام يوم اللي جايين دول على نظام تقسيط جديد للناس اللي كانت بتكلمني معهاش غير 40 و30 و25,000 جنيه مقدم. في فيديو مخصوص ليكم بخصوص الحاجات دي. فكل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي ما ينساش يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر التنبيهات، عشان مجرد ما الفيديو ده ينزل تقدروا تستفادوا بالعرض ده، عشان العروض دي هتبقى في شهر رمضان بس، غير العروض اللي اوريدي شغالة دلوقتي في شهر رمضان، عروض حصرية مش هتلاقوها عند اي حد تاني. دي نقدر نركبها مقدم 60,000 جنيه، ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن. لو حابين تستفسروا عن اي حاجة تقدروا تكلموني على رقمي 031-49-28-330. طبعا العربية دي اوتوماتيك. الرقم تاني 031-49-28-330. يا ريت كل اللي بيتفرج على الفيديو حالا ما ينساش يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر التنبيهات، عشان نوصل لكل جديد، عشان يوصل لكم كل جديد، ونوصل لل 10,000 مشترك قبل ما رمضان يخلص. بس كده، دي كانت كل حاجة عن هيونداي فيرنا 2014. يلا نشوف ايه اللي بعديها. العربية اللي بعديها جيلي ماجراندا 2018، فابريكا بالكامل بره وجوه بالجرام. عربية من الممنوعات، نوادر، عدت 90,000، فابريكا بالكامل ما فيهاش غلطة. العربية دي نقدر نركبها بمقدم من أول 60,000 جنيه، غير تظبيطي بتاعت الفيديو طبعا، والعروض اللي احنا بنعملها كل مرة في آخر الفيديو. نقدر نركبها بمقدم 60,000 جنيه، ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضامن، أو نقدر نقسطها لحد 5 سنين لو معاك إيصال مرافق باسمك، أو شقة تمليك أو إيجار قديم. حالة العربية زي ما انتوا شايفين كده، عربية جديدة عدت 90,000، بس حالة العربية مكنة وفتيس وعفشة بحالة الزيرو حرفيا، وصالون العربية برضو بحالة الزيرو. حابين تستفسروا عن اي حاجة بخصوص العربية دي تقدروا تكلموني على رقمي 031-49-28-330. الرقم تاني 031-49-28-330. او تشرفوني في المعرض طبعا، ده يكون افضل، وده اللي انا بحبه، ان احنا نقعد نتعرف على بعض ونشرب كوباية قهوة حلوة كده، عشان اقدر اظبط لكم الدنيا. حابب افكركم يا جماعة بعد اذنكم، يا ريت الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي ما ينسوش يعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر التنبيهات، عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان نقدر نوصل ل10,000 مشترك في اسرع وقت قبل ما رمضان يخلص. والله انتوا ما تتخيلوش الفرحة اللي انا هبقى فيها لو وصلنا ل10,000 مشترك قبل ما رمضان يخلص، فياريت تساعدوني في ده. بس كده، دي كانت كل حاجة عن الجيلي الإيميجراند 2018. يلا نشوف ايه اللي بعديه.
العربية اللي بعديها معانا النهاردة شيفورليه اوبترا 2019 فابريكا بالكامل بره وجوه، اعلى فئة فتحة سقف وسنسور خلفي وجنوت سبورت. عربية نظيفة جدا بكتالوجات الفابريكا لسه. دي نقدر ندفع فيها مقدم من اول 85,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاعة واتنين ضمن، ونقدر برضو ندفع المقدم ده او اقل منه بانظمة تانية لو عندك بيت ملك او ايجار قديم، ونطول فترة السداد لحد 5 سنين مش 50 شهر بس. وبرضو عندي اكتر من نظام تقسيط تاني، سواء تقسيط مباشر، انا عندي حوالي 4 أو 5 انظمة تقسيط مباشر، وعندي انظمة بنوك وشركات تقسيط وكل حاجة. فلو انت حابب تعرف انظمة التقسيط او تستفسر بخصوص الاقساط، ياريت تكلمني على رقمي اللي هو 031-4928-330. الرقم تاني 031-4928-330. دي زي ما قلنا نقدر نركبها بمقدم من اول 85,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين دولار. شيفورليه اوبترا 2019 دي اقدر افتحها. حالة العربية من جوه ومن بره زيرو، العربية فابريكا بالكامل. دي حالة العربية من جوه، حالة الصالون. الفرش بتاعه نضيف جدا مفيهوش اي تعليقات خالص. ريت يا جماعة كل اللي بيتفرج على الفيديو ده ما ينساش ينزل حالا، وقف الفيديو وانزل حالا حالا، اعمل اشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان نوصل لل10,000 مشترك قبل ما رمضان يخلص. بس كده، دي كانت كل حاجة عن شيفورليه الاوبترا 2019. يلا نشوف ايه اللي بعديه. العربية اللي بعديها شيفورليه اوبترا 2018 فابريكا بالكامل بره وجوه. العربية دي نقدر ندفع فيها مقدم من اول 85,000 جنيه ونقسط الباقي لحد 50 شهر بصورة البطاقة واتنين ضمن. وبرضو نقدر نقسط العربية دي باكتر من نظام تقسيط تاني، ونمد الفترة على 5 سنين. لو عندك بيت ملك او ايجار قديم. دي حالة العربية من بره. العربية دي طبعا هاي لاين، اعلى فئة، فتحة سقف وفرش جلد وطارة مالتي فانكشن وجنوط وسنسور خلفي. العربية اوتوماتيك كاملة مش محتاجة مصروف اطلاقا. لو حابين تستفسروا عن اي حاجة بخصوص انظمة القسط والسداد تقدروا تكلموني على رقم 031-4928-330. الرقم تاني 031-4928-330. اقدروا تكلموني يوميا من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 12 بالليل، واستنوا مفاجأة قوية جدا 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 في اخر الفيديو ده، مفاجأة كبيرة جدا بمناسبة شهر رمضان. فكله يتفرج على الفيديو ده لحد الاخر عشان يعرفوا مفاجأة الفيديو ايه. ياريت يا جماعة كل اللي بيتفرج عليا ينزل حالا يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان رمضان، طول رمضان عندنا يعني مفاجآت كبيرة قوي، وان شاء الله قريب جدا هنعمل سحب كويس قوي مجرد بنوصل ل10,000 مشترك. فياريت نوصل ل10,000 مشترك في اسرع وقت، عشان ساعتها هعمل لكم سحب حلو جدا 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 على حاجة انتوا مكنتوش تتخيلوها اطلاقا. بطلب من كل اخواتي ينزلوا حالا يعملوا اشتراك للقناة ويفعلوا زر التنبيهات. بس كده، دي كانت كل حاجة عن شيفورليه الاوبترا 18. يلا نشوف ايه بعديها. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وياريت اي حد اتفرج على الفيديو لحد اللحظة دي ما احب اشكرك. انا مش عارف اقولك ايه والله، لو اقدر اجي احضنك دلوقتي هاجي احضنك حالا. مفاجآت الفيديو هتيجي عندي دلوقتي من الفيديو ده، بان انت اتفرجت على اخر دقيقة عروض رمضان بس. هقدر اعمل لك خصم كويس قوي 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 هيعجبكم في المصاريف الاداريه بتاعه التقسيط، خصم في المقدم، وخصم في ثمن العربيه الاساسي، وخصم في القسط.
غير انظمه تقسيط تانية كتير انتوا يعني ما كنتوش تعرفوا عنها حاجه، لسه جايالي جديد ولسه متعاقدين معاها جديد، هشرحها لكم في فيديو مفصل لوحدها. فاي حد بيتفرج على الفيديو ده يعني يعمل اشتراك للقناه عشان اللي جاي تقيل قوي، اللي جاي تقيل وما شفتوش قبل كده في مجال تقسيط العربيات المستعمله، لان احنا ملوك التقسيط بفضل الله. وشكرا جدا لكل حد اتفرج على الفيديو ده لحد دلوقتي، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.